مدعي عام التمييز غسان عويدات يلي سطع على تحقيق المرفأ وشله عنده دور بطولة وهمية عم يلعبه بالملف إذا حدا سأله عنه. من ضمن الإجراءات أنه لجنة التقصي الحقائق أنا وراها. أنت معها؟ وراها مش بس معها. أكيد لازم حدا يذكر القاضي عويدات أنه لجنة التقصي الحقائق الدولية شغلتها تعاون التحقيق اللبناني بكشف حقيقة انفجار المرفأ. التحقيق نفسه يلي فجروا عويدات بس انقلب على القاضي طارق البيطار وطلع كل الموقوفين من النظرات. وعويدات عنده كمان رسالة لأهالي الضحايا والشهداء. الله يعينه. الله يهدي بالهم. قلت لهم بالزمانات الله يهدي بالهم. عويدات ذاته كان قال للأهالي وقت الانقلاب يلي عملوا على البيطار هودي مش أول ناس ماتوا، في كتير عالم ماتت بلبنان على مدى الأيام. استخفاف عويدات بالجريمة، استخفافه بالتحقيق وبالأهالي مش جديد، فهو القاضي المدعى عليه بانفجار 4 آب يلي بيحتمي بالقوة الضربة بدل القانون.